Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que tout va bien. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خدنا المرة اللي فاتت في سلسلة لا نيجاسيون أول بارت في النيجاسيون، وقلنا اللي هي ايه؟ اللي هي ان لازم قبل الفيرب نحط نو أو ان أبوستروف، بعد الفيرب نحط با لو ما فيش فيرب اتر، وحالات امتى بنغير الان والان والدي والدو والدو لا والدو ان أبوستروف، وامتى ما نغيرهوش، ولو في عندنا نمبرز نعمل فيها ايه. ده خدناه المرة اللي فاتت. يلا بينا النهاردة في بارت 2. جاهزين؟ هنتكلم النهاردة عن النيجاسيون برضو بس دوزيام بارتي. قلنا ايه؟ لو في عندنا مثلا كلمة كالكان، يعني ايه كالكان؟ يعني حد. طب تعالى كده نفهم السؤال. كالكان يا ابسون اجوردي، هو في حد غايب النهاردة. طالما لقينا كالكان فأول السؤال يبقى الإجابة على طول نو بيرسون. كده كده طالما لقينا كالكان يبقى على طول الإجابة محدش. لو الإجابة بالنفي يبقى الإجابة محدش. يبقى طالما لقينا كالكان في الأول يبقى بيرسون في الأول، لقينا كالكان في الآخر يبقى بيرسون في الآخر، لقينا كالكان في النص نحط بيرسون في النص. طب يلا بينا نفهم، يلا بينا. كالكان إي أبسون، في حد غايب؟ نو بيرسون ني أبسون. مدام طب فين با؟ لا ما انا مش هحط با بقى، ما هي جت بيرسون مكان با. يبقى تاني كالكان اي ابسون، نو بيرسون ني ابسون. يبقى دي اول حاجه. تاني حاجه، tu es sorti hier avec quelqu'un، هل انت خرجت امبارح مع حد؟ لا انا ما خرجتش مع حد، مع حد مع ولا اي حد خالص. يبقى نو je ne suis sorti hier avec personne، مع ولا حد، انا ما خرجتش امبارح مع اي حد. طيب vois-tu quelqu'un en classe، انت شايف حد في كلاس؟ vois-tu، هل انت شايف حد في كلاس؟ non je ne vois personne en classe، لا انا ما شفتش حد خالص 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 en classe. طيب qui est arrivé en retard، مين اللي وصل متأخر؟ ولا حد، يبقى personne. يبقى طالما هنا جالك مين اللي وصل، على طول على طول هنرد ونقول personne n'est arrivé en retard. طيب هنا السؤال qui est arrivé، وبالتالي انا هقول بالعربي لا محدش جه متأخر، وبالتالي personne n'est arrivé. طيب qui as-tu rencontré، هو انت قابلت مين hier au club، امبارح في النادي؟ ركزوا قوي، انا قابلت فلان او انا ما قابلتش حد، اعمل ايه؟ القاعده بتقول في حاله الباسي كومبوزي هحط بيرسون بعد الدو فيرب. طب ما دام انت عندك هنا بيرسون في الاول، لا خلينا ناخدها بالعربي خطوه خطوه. مين اللي جه متأخر؟ بيرسون هنا جاية مكان السبجكت، وبالتالي بيرسون في الأول. بس هنا هو أنت قابلت مين؟ يبقى هنا جاية مكان المفعول به، وبالتالي هتيجي بعد الباسي كومبوزي كله ما يخلص. أمال النو أو الأن أبوستروف يتحط فين؟ قبل الفيرب أفوار ولا إتر. Je n'ai rencontré personne hier. Chez qui؟ عند مين؟ Tu as passé tes vacances؟ أنا قضيت الأجازة مش عند حد. يبقى je n'ai passé mes vacances chez personne. J'ai passé mes vacances chez personne. Personne، ولا عند أي حد خالص. طيب هنا في حالة الفيوتشر بروش هعمل إيه؟ tu vas parler à qui، نفس الكلام بس هنا في à qui، لمين؟ فساعتها هقول à personne. يبقى أنا هكلم مين؟ هكلم personne. tu vas parler à qui، هكلم personne. يبقى الإجابة هتكون إيه في الحالة دي؟ هقول tu vas parler à qui، je ne vais parler à personne، لا مش هكلم حد خالص. يبقى هنا القاعدة بتقول إيه؟ إن في حالة الفيوتير خش هنحط personne بعد الدو فيرب، زي ما قلنا في حالة الباسي كومبوزي نفس القاعدة بالظبط. طيب كالكان احنا قلنا إنها تتغير personne، بتغير بإيه كمان؟ aucun أو aucune أو أوكان فيها إس في الآخر لو هي بلوريال، أو أوكن آخرها أو إس في الآخر لو هي في ميناء بلوريال، ولا أي حد خالص. طيب إحنا قلنا لو لقينا كالكان هنحط بيرسون أو أوكن. طب لو لقينا إيه تاني غير كالكان؟ كي أو أكي أو شيكي. كي إحنا اتفقنا قبل كده
في الأسئلة إن كي بمعنى مين، وبالتالي هو السؤال بيبقى عايز حد عاقل، كي مين، وبالتالي الإجابة يا إما حد يا إما بيرسون ولا أي حد خالص. طب أكي لمين ولا أي حد، بنقول أ بيرسون، شي كي عند مين، شي بيرسون، وهكذا. سهلة ولا صعبة؟ يا رب تكون سهلة. ده كده أول حاجة خالص اللي هي كالكين. طب لو هنيجي نتكلم على كالكو شوز، كالكو شوز يعني حاجة، وبالتالي ولا حاجة يعني غيان. نفس الكلام، يا إما تبقى غيان نو يا إما نو غيان، وفي النص في الفيرب إذا كان بريزون ولا إذا كان الباسي كومبوزي أو الفوتور، نفس الكلام بالظبط. طب يلا نقول إكزومبل، كالكو شوز سي كاسي، يا جماعة وفي حاجة اتكسرت؟ نو غيان نو سي كاسي، لا ولا اي حاجه خالص اتكسرت. يبقى نفس الكلام بالظبط، فوق عاقل تحت غير عاقل. طيب tu manges quelque chose، tu manges quelque chose، non je ne mange rien، بتاكل حاجه؟ لا مش باكل حاجه خالص، غير عاقل. هنبص هنا هنلاقي فيه اختلاف كبير قوي ما بين اللي فوق واللي تحت، يا ترى في ايه؟ خلي بالكم احنا فوق هنا قلنا ان بيرسون بتيجي بعد باسي كومبوزي كله، يعني بصوا اهو باسي كومبوزي جت بعديها بيرسون، أو الفوتور روش أهو خلاص نو جاب بعديه بيرسون. طيب غيان بقى، لا غيان مختلف، غيان بتتحط ما بين ال verb avoir أو verb être وال participe passé، أو بتحط ما بين verb aller وال verb في الانفينيتيف. يبقى في حالة الباسي كومبوزي أو الفوتور روش بنحط غيان ما بين الدو verb. سهلة؟ طيب تعالوا كده نسأل سؤال، ايه الحاجة اللي ممكن نشيل كالكو شوز ونحطها؟ ممكن يبقى كوا او اكوا او كو او كيسكو. تعالوا ندي اكزومبل، يلا بينا. تو مانج كوا، وانت تاكل ايه؟ يبقى حاجة غير عاقل، اه يبقى دي غيان على طول. لا والله انا جو مانج غيان، جو مانج غيان. طيب تو يا مانجي كوا، بص بقى دي باسي كومبوزي، فهقول جو ني، بعد كده احط هنا rien، je n'ai rien mangé. نفس الكلام هنا، qu'est-ce que tu vas manger en classe؟ je ne vais rien manger en classe. يبقى هي qu'est-ce que وهي quoi. نفس الكلام برضو لو قلنا a او que. نفس الكلام بالظبط، بدل rien ممكن اقول aucun. طب تعالوا كده نشوف ازاي، بصوا فوق كده عندنا toutes les cravates سون شير، بسأل toutes les cravates sont chères، وكل الكرافتات غالية؟ non elles ne sont pas chères، لا هما مش غاليين. ممكن نستخدم ne ou pas، ممكن نقول non rien n'est cher، لا ولا واحدة فيهم خالص شير. طيب ليه استخدمنا rien ما استخدمناش personne؟ أصل هنا الكرافات ده غير عاقل، غير عاقل يبقى rien على طول. ممكن برضو أقول non aucune cravate، لأن ولا واحدة خالص، فما فيش بقى بلوريال، نو اوكون كرافات ني شير. وبالتالي كده الدنيا بقت سهله جدا جدا جدا. يبقى هنقول تاني الحته دي عشان عارفين احنا بنتكلم عن ايه. اتفقنا النهارده ان احنا هنتكلم في النيجاسيون عن حاجتين بس، اول حاجه كالكان اللي بتتغير بتبقى بيرسون، او كالكو شوز الغير العاقل اللي بتتغير بتبقى غيان. عندنا حل اتنين، يا اما بيرسون نو يا اما نو بيرسون، واتفقنا ان بيرسون بيجي بعد باسي كومبوزي وبعد الفيتور بروش، اما الغيان بتيجي ما بين باسي كومبوزي ما بين الاثنين اللي هو الاوكسيليير اترو افوار و البارتيسيب باسي، او ما بين اي دو فيرب مع بعض. اتفقنا؟ يا رب كده تبقى سهله وجميله وبسيطه جدا جدا جدا، ويبقى سهلت لكم بارت 2. يلا بينا بسرعه يا حلوين على بارت 3، جاهزين؟ افوار يا بينتو، افوار.